let me help you first. Okay. 10 سنين 10 سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنة مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانيه اتعذب وبتاع فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. ساعات نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده ايه؟ ممكن اسلم صدمتك. ايه الصدفه جميله دي؟ هاي هاي مختار. اتفضلوا جانس. اتفضل خاطر. ما قلتليش يعني ان مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلتلي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ انا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه.